صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 54 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 31 لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يستبدل بنص البند واحد من المادة الأولى من المرسوم رقم 31 لسنة 2019 بإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة النص الآتي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة وتتبعه إدارة المشاريع الاستراتيجية